لا تنسوا متابعتنا على صفحتنا على الفيسبوك جمال الفالي يصلكم كل جديد. اكبر طنزة صراحة ازربش عليكم وين نسيت. السلام عليكم، مرحبا بكم فيديو جديد مع اخوكم جمال الفا. اكبر طنزة في العالم هي ديال شي واحد مني كيعرفك انت وليتي كتبغيه، هذا على واحد الرسالة كانت وصلات وليتي يعني كتبغيه، اش كيقول لك صيفط لي تصاورك. بون ماشي شي تصاور اللي بعقلهم، نو تصاور اللي في شكل. ملي كتطور القضيه كيوليو فيديوهات. هذا ميساج لواحد السيده اللي قالت لك، واحد السيد قال لي صيفط لي الفيديوهات، صيفط لي هادي وانا خفت نخسرو، انا خفت هادي وكذا وهكا، ويعني نفس الجمله كتبقى تعاود بحال ديك الجمله ديال انه ملي كيتعرف عليك واحد السيد وشي بغي يدخلك ديك الدخله اللي معروفه ديال ارتحيت لك بزاف، كان عندك شي حوايج اللي ما عاودتهمش مثلا شي انسان اخر بحال هادي. اش يقولوا هما؟ يقول ما كتثقيش فيا، يعني ما كاين حتى شي ثقه فيا. دخلت عليك بالله اللي انت كطلب فيديو من بنت انها تجي تصيفطك فيديو عريانه كما ولدتها امها. شكون هاد الحمقى اللي غتثق فيك؟ يعني اكبر طنزه الاخوان. شوفوا انا نعطيكم واحد المثال بسيط جدا. مثلا هاد السيد هذا كيصلي، ما يكونش كيصلي. كيفاش انك انت غتثق في واحد الانسان اللي هو عصى ربه، اللي خالقه ما خافش منه كاع، ما خافش من الله رب العالمين، وغيخاف عليك انت؟ زيد على داك الشيء نقول لكم واحد القضيه. الشيء داك ابليس اللي جا عند ودنو، جات لحدا ودنو قال ليه طلب منا تصيفط لك فيديو، راه كتبغيك ما تقولش لك كذا، طلب فيديو وشوف مع راسك وكذا وهادي وهادي وهادي. هذاك ابليس نيت غادي يقول لي واش انت حماق تزوج بهذيك؟ الله كره فيديوهات راه مفرقه مع الخليجيين، ملي مصيفطها لك انت هاد الفيديو باقا ما بيناتكم والو، واش هادي ديال الزواج؟ واش هادي تخرج من الدار وتخليها؟ تصنتوا البنات راه كنقول لكم نيشان الصراحه، بحال مو كيقولها لي، يقول لي واش هادي ديال الزواج؟ هو اون فوا يريح غيبقى يشوف هذيك النشوه اللي كتجي ديال ما عرفت نص ساعه ولا ربع ساعه، غيبقى يشوف الفيديو، غيشوف هادي، غيبقى يتخيل لي شي حوايج، غينوض يغسل وجهو كدا، ما غيحملكش. نكون معاك صريحين الاخوان، ما غيحملكش، حيت نهار غادي تتلاقى ونهار غادي تطيح العين في العين غادي تشوفوا شكون غيحني الراس، ونهار غادي تلقى شي بنت اللي عزات راسها ودارت كرامه راسها، يعني ما وصلتش لذاك المستوى. انا عرفت هاد الفيديو ما يعجبش شحال من واحد، غادي تلقى يعني غدوز من قدام داك السيد وهازا راسها ما تنازلاتش، وتقدر كاع تقدر كاع تكون سيده دايزه وولدها وتشوف ولدها وتشوف التوريح في القهوه تقول ايه راه عمو قول لي تفو، فهمتي؟ يعني الاخوان اللي كيبغيك ما كيطلبش منك هادشي، اللي فريمون كيبغيك اللي ماشي برهوش، راه كاين اللي ربما كيبغيك ولكن باقي طايش ما عارفش هادشي. يعني ماشي البنت غير فوا يقول لها الواحد واش ما كتثقيش فيا، واش هادي واش هادي، يعني كتخاف انها السيده تفارق معاه وداك الشيء. يعني غنسولو دابا سؤال الدراري، طرد اختك تصيفط لشي واحد يعني فيديو فيها عريانه هي؟ انا عارف الفيديو غادي يكون فيه ديسلايك بزاف، ما يعجبهمش الفيديو، ويني واش ترضى فريمون؟ جاوبني يعني قبل ما تقطع الفيديو، ماشي تهرب، جاوبني واش ترضى فريمون انه اختك تصيفط لك فيديو، تصيفط لشي واحد فيديو عريانه؟ يعني هنا شداتك بحال التبويعه، ما ترضاش ما تبغيش. يعني كيفاش تبغيها لواحد الانسان اللي انت كتقول بانك انت كتبغيها اهوي، وكتقول بانك انت ناوي معها المعقول؟ راه كنقول لكم الاخوان، يعني الا كنت كتبغي واحد الانسان ما تهتمش بزاف، حيت ملي كتهتم بزاف كتعترف بانك انت ما تقدرش تعيش حياتك بلا بيه، وداك الشيء كتبدا شويه تخسرو. والمشكله ديال البنات انها كتقول السيد تبدل عليا ما بقاش كيف الاول، البنت تبقى شاده ديك النظره الاولى ديال انه السيد كيتقاتل على ودها وهادي وهادي وهادي. السيد ملي كيعرف ان السيده ولات كتبغي، يعني صافي ما كاينش داك يعني ما عنديناش انا نعاود نبقى ندير داك الجهد والاهتمام وكذا مبالغ فيه، صافي السيده كتبغيني وانا كنبغيها، صافي سالينا. غير هي هذا الموضوع ديال انها تصيفط لك تصاورها عريانين وتصيفط لك فيديوهات ديالها عريانين وانت تبزز عليها انها هي تصيفط لك، لا. والبنات اللي كيبزوا عليكم الدراري هذا الشيء لا، حيت نفرضوا ونديروا حنا واحد السيناريو اللي نتوما كتحلموا به زويون وغادي نقلبوا لكم، غادي نريبها عليكم هذا النهار هذا. المهم نتخيلوا ان هذا السيد فريمون كيحماق عليك، كيموت عليك، كيتسطع لك، كيضحي على ودك،
واه صيفط لي فيديو، فيديو في شكل شاءت الاقدار، شاءت الاقدار انكم نتوما تفارقتوا. السيد يعني غلط معاك، ما صدقش راجل. تعرفش على واحد ولد الناس اللي ناوي كل معقول ما بغيش يتشف ليا تزوجي بك ولد الناس. واش في نظرك داك الانسان اللي كان كيحماق على كيتسطع غير رحمك؟ والله لا رحمك، عنده الفيديوهات ديالك، والله ما غير رحمك، نحلف لك بالله ما غيعتقكش. غيولي يستفزك، غيولي يدير معك شي حاجه اللي خايبه، غيولي يقولك اجي عندي، غيقدر يلوحك في اليوتيوب، يقدر يدير مصايب كحله. داكشي علاش اخوان ما كنشجعش انا هذه الفكره، هذه ما كنشجع الفكره ديال ان البنت تصيفط فيديوهات لشي واحد يزز عليها انها تصيفط لي فيديوهات ولا شي حاجه، ما كنشجعهاش. المهم انا عارف الفيديو ما عجبكمش، ولكن المهم نخرج اللي في قلبي ونقول الصراحه. نيشان نقول نيشان يعني البنت صيفطت رساله كتشاور، وهذا جواب لك اختي، جمعي راسك. المهم كان هذا هو الفيديو ديالنا، ضروري ابتسامة الاخرى باش ما تبقاوش مقلقين مني. تلاقاو فيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم. Es que yo sin ti, tú sin mí, dime quién puede ser feliz.